موسم كان عالمي مع جيرونا بالدوري الإسباني، خسرنا الدوري بفارق الأهداف من ريال مدريد، واليوم خلاص قررت الانتقال من جيرونا لدوري آخر. خلينا نشوف العروض اللي جتني بعد التألق. إسماعيل ويجي بومبا بده ينتقل، هلا دوري إسباني هويسكا لا أكيد عندك صعب. باريس سان جيرمان يدرس حط لي على الطاولة. اللي بعده رايو فاليكانو الخيطة فيه، والسبيرز يا الهي حلو السبيرز، بس بشرط انه يكونوا متاهلين لدوري الابطال، لانه نحن تلقائيا مع جيرونا تاهلنا لدوري الابطال وفي ريال سوسيداد. خلينا نشوف السبيرز، نعم متاهلين لدوري الابطال وهن مركز ثالث بالدوري. بنلعب دوري ابطال مع السبيرز اللي بلا بطولات وبنجيب له بطولات مع البومبا. باول اربع حلقات من هاي السلسله ولعتوا اليوتيوب، الحلقه الخامسه وانتقال للسبيرز لازم تدمروا القناه. 55% منكم مش مشتركين بالقناه وعم يشوفوا كل شيء، عم يشوفوا كل يعني اشترك بالقناة لايك 30,000 لايك لهي الحلقة وهيا بنا فلنطلق. اذا السبيرز اعطوني راتب اكثر من اللي انا طلبته ب 6% 94,000 دولار. خلينا نوقع العقد ونقول لجيرونا شكرا لكم، شكرا للجماهير والادارة، موسم ما رح انساه ابدا، تصديات نارية وشي خيالي جدا. وحاليا رحلة جديدة مع السبيرز برقم المفضل 88، سلام للسيليساو من هون اللي رقم 80، وخلينا نبلش مع نادي بلا بطولات. طيب خلينا نعمل ستايل جديد بعد ما وصلنا على السبيرز، والله انا اشتهيت لهي الشعارات، شو رايك؟ حلوة جدا هاي نفس شعارات السيليساو بس من غير اللون، مخليه يعني هيك توتنهام ابيض للجماهير وبنحط القفازات الحذاء ابيض. طبعا النادي متعاقد مع شركة نايكي، فعلى هذا الاساس اعطيناه القفازات والحذاء نايكي وطلع لباس رهيب مع الشعر صراحة. اذا قرعت دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا، هل بجيب للسبيرز دوري؟ اوه مجموعتنا بايرن ميونخ وفاينورد وابرا، كم هدف راح يجلدني الباين؟ بس باذن الله باذن الله راح نتأهل ونجيب البطولة. اول شغلة عندي 3 نقاط راح ضيفها للارتدادات والتمركز، صاروا 95 95، والريت العام صار 94. ثانيا خليني اشوف التشكيله، هلا في عندي بدلاء بس انا حاسم 94 21 سنه عملاق، مدافعين اللي قدامي عندي كوناتي 86 والفان دي فين 83. بتدريب نيوكاسل 10 سنين اشترينا فان دي فين، اللي ما شاف هيشوفها لاعبنا. اوه ابراهيم جاي على السبيرز كمان حلو، واولمو كمان، يلا موسم دوري ابطال باذن الله. الفاريس موجود ايضا، يا سلام والله عجبتني تشكيلة التوتنهام. اول مباراة بمجموعة دوري الابطال راح تكون ضد فاينورد على ارض فاينورد، بس شفت هالتشكيلة والله حلوة، ابراهيم قدامه الفاريس وسون موجود. اول مشاركة للبومبا بدوري ابطال اوروبا وبنادي جديد، شكله ان شاء الله راح يبلش يحقق بطولات. يلا ابراهيم، واو 0-0 ضربة حرة لفاينورد دقيقة 48، اجواء دوري الابطال غير، واول مرة بشوف مباراة بالنهار بدوري ابطال اوروبا، شوف في شمس خطيرة الله يستر. البومب اول اختبار واول تصدي توتنهام 2-0، لا شكلهم راح يريحون الدفاع. توتنهام فاز بسهولة اذا باولى مباريات بدوري الابطال وما كثير اجانا اختبارات غير ضرب الحر. 3 مهمات من 3 مهمات، المدرب راضي عني باولى المباريات، ان شاء الله راح نجيب لقب اول يا زون يا الفاريس. ترتيب المجموعة طبعا الباين بالصدارة فاز على سلافيا براغا 3-0، وحاليا المباراة على ارضنا. يلا بومب المباراة مباراتك، اثبات الذات ضد الباين من اقوى الهجومات اللي ممكن تواجهها. هاي هي تشكيلتنا على ارضنا يا سبيرز، الله يستر. جوا ناريه يا ستار، الله يستر من نجوم الباين، الله يستر. اوه 2-0 للسبيرز على الباين، وهاري كين لاعبنا القديم، تعال يا هاري تعال عند البومب، تعال يا هاري كين، تمريره جنابري والتصدي من البومبا. والله انه توتنهام صدموني بهاي النتيجه 3-0 على الباين على ارضنا. قوه الحارس يا حبيبي، هدف الاول كان من دومبي للدقيقه 16، بعدين عندك بيسوم 68 وسوم 90 جلدناهم جلد، ما لم يفعله كين فعله البومبا بالبطولات. نقاط جديده 99 ارتدادات وتمركز راح تعطينا، اغلب الطاقات صارت 99 وحاليا الريت 95، حارس مجنون. اذا توتنهام 6 باين 3 وفاينورد 3، مباراتنا ضد سلافيا برا المركز الاخير وان شاء الله راح نحسم التاهل بهاي المباراه. مباراتنا ضد سلافيا برا على ارضهم وابراهيم موجود بصناعه الالعاب. بحرة بدقيقة 2، والمناطق اللي انا ابدا ما بفضلها دائما بقبل اهداف، الله يستر. الله يا بومب ارضي امسك، ايوه الخبرة صار عندي خبرة 95 ريت. واو 0-0 وضربة جزاء
سلاوي براء الذبونة البومبا اللي تصدى لأولى ضربات الجزاء في حلقة اليوم. اي 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 قريبة جدا جدا 1-0. والله رحت صح رحت صح. اي 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 دقيقة 13 ومستمر هجومهم على مرمانا خطيرة جدا. يا اخي توتنهام شو صار لكم؟ فايزين على الباين نحن 3 يا اخي. خطير البومبا امسك يا ولد يا لعيب. المباراة انتهت فورا يا اخي. كيف دقيقة 19-90 سجل كوزيفسكي وقلبنا النتيجة. ممتاز صراحة توتنهام يجلد ولا يبالي بدور المجموعة. هذا هو وضع المجموعة بعد المباراة 9 لسبيرز 6 الباين وفاينورد 3 وحاليا عندنا مباراة ثانية ضد سلافيا براع على أرضنا. تشكيلتنا جاهزة لجلد سلافيا براع على أرضنا. يلا ضربة جزاء لبراع دقيقة 20. شو وصل ضربة جزاء مع هذا الفريق؟ والبومب هاي المر رح يشيل رح يشيل. اي 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 على نفس الزاوية بمباراة مختلفة. 1-0 واحتفال مستفز. اي بومبا يلا يا بومبا جايب 5 اهداف في المباريات. هذا اللي جاب عليه ضربتين جزاء خطيرة بالرأس سون. اوه يا ستار يا ستار يا ستار بومبا يا وحش يا وحش. مثل ما عودنا بالحلقات السابقة مع المنتخب ومع النوادي صدى البومبا لكرة حاسمة. نعم 1-1 في احتفال السبيرز شكلنا تأهلنا رسميا اذا بدوري الابطال. وطمنكم وضعنا بالدوري تمام جدا متساويين بالنقاط مع ليفربول متصدر ورح نلعب المباريات المهمة ان شاء الله بس هيك نفضي مخنا من دوري الابطال. 10-9 نعم تأهلنا رسميا اذا بما انه فاينورد ما رح يقدر يجيبنا ابدا. رح نلعب حاليا مباراة ضد الباين على ارض الباين ان شاء الله ما نطلع بفضيحة كروية بعد ما تصدرنا المجموعة. هدفنا الصدارة باذن الله. واو 1-0 للسبيرز دقيقة 52. لا السبيرز عن جد يعني مرشح لدوري الابطال طالما عم يفوز على الباين. هاري كين تعال علمك كيف تاخذ بطولات يا هاري كين. البومبا يرتق 2-0 والله العظيم شيء مستحيل على الباين. السبيرز اداء كبير ان شاء الله ان شاء الله السنه راح نجيب بطولات كثير باذن الله لانه يعني تفوز على الباين بتعب ويا بعد شيء كبير. اللي سجل يا ابني كولوزيفسكي سجل بال 39 وايضا ابراهيم بدايه 78. يا سلام السبيرز عم يعيش اجمل ايامه بعد التعاقد مع البومبا. مركز اول بالدوري على حساب السيتي وليفربول وارسنال حطيناهم بظهرنا ومش يعني بدوري الابطال. الف مبروك علينا الصداره والتاهل كاول مجموعه لحد الان بدون اي خساره. ضل عندنا مباراه اخيره ضد فاينورد تحصيل حاصل 3 نقاط جديده وتقريبا يعني قفلنا حراسه المرمى 90%. طاقات 96 رهيب والله رهيب التطور. وكأس العالم اقترب جدا يا انجلترا ان شاء الله راح يشارك البومبا ان شاء الله. 1-0 لسبيرز الدقيقة 15 وضربة حرة خطيرة. يلا ابداعاتك يا بومبا رجينا معنا بس ما يشوطها على زاويتي وكل شيء سهل. شكله راح يشوطها على زاويتي ولا شو بعيد. حتى لو صاب المرمى كان البومبا مغطي الزاوية استعرض فيها حتى وهي وطاق داخل منطقة الجزاء. لا تخلي يشوط لا تخلي يشوط. دفاع يا عيني يا بوم روعة التصدي بعد هذا الاختراق. يا سلام 2-0 توتنهام انفراد اخر. البومبا موجود والهدف الاول لفاينور. نعم اذا توتنهام انتصر بهدفين من ماديسون وكولوزيفسكي. اداء مشرف جدا شكرا لكم على هذا الاداء والتعاقدات اللي عاملينها حلوه يا ستار على هالمباراة قبل قرعة الدور الثاني من دوري الابطال. السيتي قلب الطاولة علينا 43 نقطة ولكن حاليا عندنا مباراة ضدهم على أرضهم وإن شاء الله منجيبها ومنرجع الصدارة. هالاند تعال كم تو بومبا يا هالاند. تعالوا يا سيتي يا سيتي أول مباراة ضد السيتي. يا هالاند مرعب مرعب. 1-0 لتوتنهام الدقيقة 20. والله إنه الأداء كبير والله إنه الأداء كبير مستحيل يعني نحن لما لعبنا مع جيرونا كنا عم نفوز بس بصعوبة. حاليا خصوم السبيرز أصعب. خطيرة مكاتي انحرفت في الكرة والاختبار الأول أمام السيتي. أكيد راح يحاول السيتي أكيد راح يجن السيتي. هالاند يمرر دوكو دوكو للأمام رودري رودري لجريليتش دوكو مرة أخرى لهالاند. تعال يا هالاند تعال يا مكاتي. البومبا 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 هدي للعب هدي. تعال هالاند شوفك هالاند شوفك هالاند هرب هالاند شوف شوف هيبة البومبا شوف هيبة. هالاند سلام عليكم. انتبه 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 منيح. هرب ولا ما هرب ولا ما هرب خاف ولا ما خاف. ضربة جزاء ضد هالاند 2-0. حلو يا توتنهام روعة يا توتنهام. هالاند هالاند بيخطفها خطف هالاند بيخطفها خطف
هالاند بيخطفها خطف والبومب والبومبا بومبا بومبا. يا كاتب التاريخ لا تغلق البلاي ستيشن، البومبا حاضر. الله والله عملوها، والله عملوها الرجالة. 2-0، يا سلام. 3 نجم المباراة، نجم المباراة، تفضل ضربة جزاء لهالاند. إذا ما زال فرق الأهداف للسيتي، ولكن جايينكم جايين كرة دور 16 سوحي بات. خلينا نشوف خصمنا أتلانتا. جيجي والله صراحة، منيح ما طلعنا مدريد باريس. إذا المباراة الأولى راح تكون على أرض الأتلانتا. أولمو بصراعات الألعاب، ألفاريز موجود. 1-0 مرة أخرى لتوتنهام، ممتازين والله ممتازين. بس خطيرة هاي شكلها لأتلانتا. الكرة مرعبة أمامي، شوت، البومبا موجود. لا لا، ضرب الجزاء بعد تصدي أول ويليامز وجان لويجي أو اسماعيل لويجي. بومبا 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 بومبا. سريعة جدا، رحت لنفس الزاوية بس ما شفت الكرة أصلا صراحة. خطفها خطف، شوف 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 شوف، راح سريع والله صعب. خروج المغلوب يا بومبا، خروج المغلوب. 1-2-1-2-1. سون جابها بالدقيقة 82. كنت بدي أقول إنه 1-1 جيدة بملعب السبيرز، ولكن 2-1 إن شاء الله مضمونة للربع النهائي. يا رب يا رب. اللي خايف منه إنه نمشي للربع النهائي والنصف نهائي والنهائي ونخسر، لأنه خسرنا الدوري بفارق نقطة مع مدريد قميص جيرونا، وخسرنا نهائي كأس أوروبا مع إنجلترا بآخر مباراة. فالنهايات عم تكون حزينة دائما، وأصلا الفريق ما عنده بطولة. يا رب التركيز بالإياب على ملعبنا. جاهزين جاهزين، يلا إبراهيم هاي المرة. انتوا سجلوا، ما عليكم غير التصديات، خلص أنا بوعدكم بشباك نظيف اليوم، بس سجلوا يا سبيل. 1-0 حلو، هني سجلوا وأنا وعدتهم بشباك نظيف. 3-1 أوه، فيرات تام. البومبا 1-1. تطير 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 والبوو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 و
صح. يا عيني على ردة الفعل، يا عيني على الكبير. مرة أخرى، تعال 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 تعال، خطيرة جدا. يا ستار يا ستار يا ستار، حلو الدفاع. يا عيني يا عيني يا عيني، 3-0، 5-1 المجموع. يلا يا توتنهام تكمل. حرام ما تكمل يا توتنهام، ارحموا عقولنا يا رجل. 3-3، البومبا عمل مهامه بهاي المباراة وتأهلنا للربع النهائي. الله يستر من خصم قوي جلدنا جلد. الصحافة عم تقول تصديات هامة من البومبا أمام أتلانتا خلت الفريق يتأهل. قرعة الربع النهائي جاهزين نشوف. عندك الليفر تأهل، ميلان، عندك مدريد، عندك ليفركوزن، وفي هون اتلتيكو مدريد، وفي ارسنال. او كله اقوياء كله اقوياء كله اقوياء ضد ليفربول. يلا انجليزيه خالصه بنعتبرها دوري وبنحاول نفوز. عندك البايرن، ارسنال، والله كلها قمم كلياتها قمم. هاي هي تشكيلتنا ضد ليفربول على ارض الانفيلد، بخوف الليفر صراحه. جوا الانفيلد مرعبه، شيل العلم شيل العلم، بتلبك من العلم. مارتينيلي خطيره، نطلع بنتيجه ايجابيه على ملعبنا. نار ما شفتها من العالم، مسكتها بس صعب علي يا اخي. حكم كرة عرضية اولى، بيعرفوا انه نقطة ضعف الارضيات، بالراس مسكها البومبير. ضربة جزاء ضربة جزاء، ماما مو صلاح، انا تصديت لهالاند يا صلاح، عينك بعيني يا صلاح. المو تال تال مو، والله لو ما انها سريعة رايح صح. الصلاح 1-0 يا صلاح يا صلاح، الفرعون المصري 1، والبومبير لا شيء، خطفها خطف والا انه رايح صح. ها يا بومب اطلع صح. مرة اخرى الليفر، مارتينيلي، العالم العالم، مارتينيلي عايرة التصدي كبير. مارتينيلي اختراق وتمريرة نارية، تعال 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 ايفانيلسون، هذا التصدي ممكن يأهلنا بالإياب. لا تنسى مباراة انتهت 1-1، الدقيقة 87 البورو سجل. يا عين تعالوا تعالوا لملعب الاسبيل، مستحيل، مو صلاح وضرب الجزاء، وسيناريو رهيب يا كلوب. عمل لك تصديات بومبا تحقق تعادل ضد الليفر، شكرا للصحافة اللي عم تطبل لي. بيستاهل اكيد بيستاهل، خلاص اما ان نكون او لا نكون على ارضنا وبين جماهيرنا قبل شهرين من كأس العالم مع انجلترا. لازم نركز، لو اطلع بطل دوري الابطال على كأس العالم الكرة الذهبية راح تحضر بالموسم القادم. يا اخي شو هذا، ضرب الجزاء لصلاح. ستغير المكان يا ولدي، تعال تعال تعال. هاي المرة شال البومبا. هجوم السبيرز هجوم السبيرز، هاي المرة خلاص ما بسامحكم لو ما سجلت. و 2-0 2-0 دقيقة 89. الله يا سبيرز، شلت لكم ضرب الجزاء وانتم حققتوا المهمة
وخلاص خلاص يا ليفر، خلاص يا ليفر الاخير اطلع مستعرض يا بومبا يا بومبا يا بومبا عالمي عالمي. واو 3-3 نجم المباراه بعد التصدي لضربه الجزاء امام صلاح. الابره بالخواتيم يا مو صلاح. وعندك البايرن تاهل على حساب ارسنال. الميلان وليفركوزن واتلتيكو والريال ما الحسم، ولكن ذهاب اتلتيكو والريال 2-0 لاتلتيكو. صحافه يا صحافه يعملوا لك افضل شباك نظيفه في دوري الابطال، من 10 مباريات 5 كلين شيت، كره ذهبيه تطبخ على نار هاديه، لي فقط 5 اهداف وتقييم المباراه 7 وقيمه انتقال صارت 200 مليون. اوه مدريد قلبها على راس اتلتيكو 4-3 وليفركوزن على ميلان 3-2. خلينا نشوف خصمنا ليفركوزن. انا راضي مع ليفركوزن، يعني اداء خرافي مع تشابي الونسو، ولكن الباين والريال يعني خليهم للنهائي. الباين اصلا فزنا عليه بالمجموعات، ان شاء الله يوصل النهائي، بس مدريد ما بفضله بالنصف صراحه لانه راح يجلدنا. ضد ليفركوزن على ارضهم اول مباراه، صعبين اكيد صعبين. الجزاء لليفركوزن دقيقه 26 على التنفيذ، كريزمان شو اخذك على ليفركوزن. كريزمان 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 يا الله قاسي راح تكون لو طلعنا على ايد ليفركوزن. اي كريزمان انا ما خلصت منك من اتلتيكو، جيتني لون بعدك مش انت وصلك. لما تروح زاويه ثانيه عادي، بس لما تروح للكره صح تنزل هيك بتكون صعبه. ناحية يومنا فريمبون ارضية غدار غدار. انتهت 1-1، الفاريز جابها ب 83 على ملعبنا، رح نتأهل بإذن الله للنهائي يا رب. مدريد فاز بالذهاب 1-0، النهائي ضد مدريد رح يكون صعب لأنه فازوا علي بقميص جيرونا أكثر من مرة وحرمونا الدوري بفارق الأهداف. ممكن تكون مباراة الانتقام من البومبا ويقضي على مدريد بنهائي الأبطال ويكون أقوى انتقام بكرة القدم. خلينا ما نستعجل الأمور لأنه ليفركوزن غدار غدار من البداية. كريزمان 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 التكتيكي، البومبا تصدي بيستحق مليون لايك. اوه يا لقطه شوف التمويه وبعدين بوم 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 كتفت. دعاء الوالدين دعاء الوالدين والنهائي قريب. 1-0 للسبيرز 1-0 للسبيرز دقيقه 48 1-0 وما زال ليفركوزن يحاول. بونيفيس برافو الدفاع، نعم نعم قتلوهم 2-0 الى النهائي. ممكن ضد مدريد 99%. عقده النهائيات وعقده النهايات، هل راح تستمر يا بومبا ولا راح تحصل على دوري الابطال مع نادي ما عنده دوري ابطال ما عنده بطولات. 3-3 بهي المباراه، تقييم رهيب والفريق بمعنويات عالية قبل كأس العالم بشهر يا توتنهام. مدريد 3-0 على الباين والنهائي ضد مدريد، مباراة الانتقام من مدريد بعد ما جلدوني جلد بالدوري الإسباني بآخر الجولات. وصل لي خبر من منتخب إنجلترا سعيد جدا إنه راح شارك معهم بكأس العالم بعد 15 يوم بالضبط، راح تبلش دور المجموعات. فبعدك يا بومبا لو فزت بدوري الأبطال وتألقت بكأس العالم 99% راح نعطيك الكرة الذهبية إن شاء الله، يعني إذا ما ظلمونا ضبط. مندايس خطيرة لمدريد داخل منطقة الجزاء، البومبا ما راح يترك مدريد هاي المرة، يكون عقدة مرة أخرى. دفاع ركز ركز أنت وياه واحد على واحد عم يقول له، شوف التصدي الروعة من البومبا براس الأصابع. يا وحش يا وحش يا وحش، كمل وتألق. الكرة الركنية خطيرة لمدريد، ما زالت أرضية بالراس مرت. يا توتنهام يا توتنهام يا دفاع، والكرة تعود مرة أخرى. كنسل 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 والبومبا يتألق في النهاية فيني مرة أخرى يا كبير. يلا مستحيل، عم يقاتل بكل الوسائل. شوف الكرة كانت على راس بيلي، كان بيلي جايبها جول 100%. شوف بدون رقابة نزلان على راسه، جاب البومبا الأولى في الثانية والزاوية اللي شاطها فيني مستحيل كانت رايحة يا ولد. الله عليك مدرب بعد إذنك، أنا بدي أحكي مع اللاعبين بين الشوطين، هذا مش أداء يا توتنهام بالنهائي، ركزوا الله يرضى عليك. مودريتش خطير، مودريتش مندس خطيرة، مندس عرضية بالراس يا ستار. سون 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 حلوة من سون، الفاريز الأرجنتينا الكرة للأمام سون، الكرة يا أولمو، نهائي الأبطال يا أولمو، نهائي الأبطال يا أولمو. حرام عليك حرام، خطيرة 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 فيني، تسلل تسلل يا حكم، والبومبا يتصدى مرة أخرى. أيوة العب صح العب صح، مصيدة التسلل، بس شوف التصدي أمام فيني، شوف التصدي وشوف الكرة من زاوية قاتلة كانت. مودريتش يا ستار آخر دقيقتين، وقت مرعب جدا. فينيسيوس عم يشوط، فينيسيوس قربني، فينيسيوس قربني، فينيسيوس والبومبا يا الله يا سبا.
فيز. شو بدكم اعملكم اكثر من هيك؟ بس سجلوا هدف. قاهر الفينيسيوس جونيور البومبا. شفت لي رده فعل فيني؟ شوف بالله عليك، شوف بالله عليك، قاهر الفيني البومبا. يا الله يا الله، اخر دقيقه ركنيه ستكون قاسيه يا توتنهام. تشوميني يخرب بيتك. حلو يا كيركيز، ما زالت. يا مدريد، يا مدريد، يا مدريد، يا مدريد، خذونا الاضافه يا مدريد. تشاوميني اللي عمله مش طبيعي. شوف الكره جاي كيف حطها باليمين، وراح راح 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 يا ولد. بس شوف البومبا والله مستميت، كان راح يشيلها والله. كيف بدنا نصمد بالاضافه؟ كيف يا مدريد مرعب، مدريد مدريد مرعب، والبومبا لحد الان فايز بالتحدي ضد مدريد. بيلينغهام خطيره. دي لورينز، رودريجو. يا رودريجو لا انت ولا فيني ولا كل منتخب البرازيل راح تقدر عليه. ارجع ارجع، اطلع من المنطقه، هدي اللعب، هدي اللعب يا سبيرز. خطيره، ما زال بيلينغهام في اوفسايد، تركها، كسر التسلل، خطيره. الهدف الاول، الهدف الاول. يا توتنهام، يا توتنهام، رودريجو جلدني يا توتنهام. والله لمسها رحت لها صح. حرام هذا السيناريو، مدريد قاهر البومبا. مدريد مش طبيعي، مش طبيعي. انا اكثر من هيك ما بقدر اعملكم يا توتنهام، اكثر من هيك صعب والله صعب. شوف الكره وشوف كسر التسلل رودريجو الخبيث، يخرب بيتك والله. اصعب كره بتجيني بكل المباراه. شوف 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 شوف، نار 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 نار. شوف بيلينغهام مررها لرودريجو 100%. شوف 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 الخبث الكروي، شوف تركها وتمركز يعني، وتمريره حلوه والانهاء. يا ايدك يا ايدك يا بومبا، حرام حرام حرام. ليش؟ كيف كيف؟ اكتبوا لي بالتعليقات شو نسوي عنا كاس عالم بالحلقه القادمه. اللي وصل لهون يكتب حرام يا بومبا. اردجولير هو الكابتن اللي راح يشيل الكاس، نزل بديل. يلا دمتم بألف خير، سلام.